تعالوا دلوقتي نروح نشوف مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية حلقتنا. استنونا. وجي معادنا دلوقتي مع سوشيال لاب اللي بنشوف من خلاله إزاي كل واحد من المشاهير بيتعامل بالأرقام مع السوشيال ميديا وبيستخدمها ليه. السوشيال لاب النهاردة على النجم محمد حمائي. تعالوا نشوف إنستغرام محمد حمائي أخبره إيه. بيتابع حمائي 12,300,000 متابع، أما هو فبيتابع 67 واحد، أغلبهم من المشاهير، منهم النجم محمد صلاح، المطرب حسين الجسمي، أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، وغيرهم من نجوم الوسط الفني. لما دخلنا اتفرجنا على صور محمد حمائي لقينا إن معظمها عن تغطيات لحفلاته وكواليس لأعماله وبرامج مسابقات الغنى اللي كان مشارك فيها، صوره مع أصدقائه من الوسط الفني وبوسترز لألبوماته. نشر أكتر من 300 صورة عن حفلاته وتفاعله مع الجمهور، وأكتر من 20 صورة لبوسترات أعماله سواء ألبومات أو برامج. نشر الفترة اللي فاتت فيديو بيحتفل بمرور 20 سنة على صدور أول ألبوم ليه في 2003، والفيديو ده حقق 1,200,000 فيو. من إنستغرام نروح لليوتيوب. بيتابع حمائي 4,100,000 متابع وعنده ملايين المشاهدات. تعالوا كمان نشوف الفيسبوك أخباره إيه. بيتابع حمائي على الفيسبوك 13,000,000 متابع، وآخر بوست نشره كان إعلان عن طرح أغنيته الجديدة. كده يبقى عرفنا وحللنا كويس أكاونت محمد حمائي على السوشيال ميديا.